تعب فيه بتهد، انت بتهد. يبقى الايه دي لما طلعت طلعت لان كان في ناس ساعتها بتعبد تماثيل، لكن احنا ما بنعبدش تماثيل. ولما تيجي تقول انت لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صوره، يبقى حتى الصور حرام. يبقى صورك يا انبا ابراهام انت والانبا يوسف سجوده حرام. تاني حاجه بقى، هو المسيح ما قالش كده بس ولا الانجيل قال كده بس؟ لا تسجد الا للرب الهك، للرب الهك تسجد واياه وعده تعبد. مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. من قناة الصوت الصارخ أقدم لكم هذه الحلقة. والحقيقة أنا بخجل، بخجل من جهل رجال الدين أو من انبطاح رجال الدين. بمعنى إيه؟ لما ألاقي أنا في دير زي دير الأنبا أنطونيوس في أستاذ فنون اسمه جرجس الجولي في جامعة المنيا، تعب الراجل وقعد فترة طويلة من الزمن وعمل تمثال بارتفاع 9 أمتار وزن 2 طن، تمثال محترم عمله بدقة شديدة للأنبا أنطونيوس، وتعلق التمثال ده في مدخل الأنبا أنطونيوس. خلاص ده تمثال متعلق في مدخل البلد، وتقوم ثورة ومش عارف ايه، حاجة غريبة كده، نفاجأ بان التمثال تمثال تم ازالته. ليه؟ قال لك الاسقف ادرك ان ده ضد الايمان. لا وايه؟ يطلع له اسقف تاني اللي هو نفت الانبا ابراهام مطران الفيوم، ويطلع ببيان هقراه لكم. يقول لك شكر وتقدير واجب، الأنبا ابراهام بيقدر رئيس الأسقف اللي شال التمثال بيشكره على شيل التمثال، فكتب شكر وتقدير واجب، تشكر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم برعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا ابراهام مطران ورئيس أديرة الفيوم، نيافة الحبر الجليل الأنبا يوستس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس العامر بالبحر الأحمر، مقدرين إزالته التمثال الذي أقيم مؤخرا للقديس العظيم الأنبا أنطونيوس بديره العامر، والشكر لكل من يهتم بتكريم القديسين دون الإخلال بتعاليم الكتاب المقدس وبعقيدة وطقوس وقوانين كنيستنا الأرثوذكسية عبر تاريخها المجيد. لا تصنع لك تمثالا منحوتا، خروج 20/4-5/8، الأنبا ابراهام مطران ورئيس أديرة الفيوم في 26 فبراير 2024. هنا الحقيقة أنا بقف، وأنا ما بحبش اللف والدوران. أنا راجل عهدتكم أن أنا أبقى صريح، وناجي لما أتكلم بخلي نفسي. بمعنى إيه؟ بمعنى لما بواجه زعيم سياسي بحط نفسي على نفس الكرسي قدامه، أنا وأنت واحد بنتناقش برضو كراجل دين، شكرا هنقعد نتناقش أنا وأنت راس براس، ليك كل احترام وتقدير لكن كفكر راس براس. أنت بتقول يعني أنت مثلا يا الأنبا يوستس قبل ما يعمل التمثال وأثناء فترة تعب الدكتور جرجس الجولي ما كانش يعرف الآية دي إنها لا تصنع لك تمثالا منحوتا؟ سنك كام سنة يا أنبا يوستس؟ وعرفت الـ 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 الآية دي دلوقتي بعد السن ده؟ ولا في حد من المحافظة أو من النظام قال لك شيل التمثال ده؟ وأنت طبعا
زي بتلوي معاني الآيات، وجبت آية تسند أو تسندك في إزالة التمثال. لكن لما تيجي أنت وتمسك لي آية زي دي: لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. يعني لو مشيت على الآية دي مفروض ما يكون لكش يا أنبا يسطس، أنت والأنبا أبرام، صورة لكش، صورة ما تنزلكش، صورة ولا أيقونات، ولا في الكنيسة يكون لك صورة. اللي بيجي على الصورة، الحكم اللي على الصورة هو نفسه اللي على التمثال. هل هسمع من بكرة أن ملكش صورة موجودة أنت أنبا أبرقام، أنت والأنبا يوسوس خالص، وتشيل الصور عشان تنفذ الآية؟ ولا أنتوا بتنفذوا الآية على مزاجكم اللي بتيجي على هواكم؟ طيب في حاجة، داعش قبل كده هدم التمثال بوزة في أفغانستان. هما بيعبدوا بوزة مش تمثال، بوزة، بوزة رمز برضه، بس داعش عملت ده. كلنا اعتبرنا ده ردة حضارية، ردة حضارية. طيب أول حاجة هنناقشها زمن الآية دي، ده في الخروج وفي التثنية. ليه طلعت الآية دي؟ لأن فعلا في ناس كان ممكن تكون في العهد القديم أيام الفراعنة ممكن يعبدوا التمثال، ممكن يعبدوا التمثال، فخافوا إن، وفي كهنة كانوا بيبخروا للتماثيل، فاتقال لهم كده عشان ما يكرروش هذا العمل انهم يبخروا للتمثال، خصوصا ان اهل موسى اثناء الخروج لموا الدهب كله، عملوا عجل وبخروا له. فدي لناس متعوده على ده. هل احنا متعودين نعبد تماثيل؟ هل انت مثلا شفتني ماسك في تمثال وبعبده وبصلي للتمثال، ولا بتخذه رمز؟ يعني انا لما بمسك سوره المرحوم ابويا وابوسها، ببوس الورقة ولا بمثل نفسي ببوس روح أبويا وصورة أبويا أو ابني؟ لو ببوس صورة ابني لما أكون مشتاق له ببص عليه صورة، هل ببوس بعبد ده أو ولا دي رمز؟ هل إحنا بنعبد تماثيل؟ إحنا ما بنعبدش تماثيل. معنى كده إنك ممكن تروح تعبدوا تهدموا تمثال الحرية في أمريكا؟ ولا التماثيل المعابد رمسيس او نفرتاري او واتفر نروح نهدمها؟ طيب التعب اللي تعب الراجل ده، ده انت لو لقيت لك تمثال تحت بيتك سيدنا هتدور لك على نائب من مجلس الشعب يصرفه لك وتخبط لك قرشين. طب ما سبتوش الراجل ده اللي تعب في التمثال عم جرجس الجولة ده، يمكن كان باعه البلد تانية التمثال اللي تعب فيه. بتهد انت، بتهد. يبقى الآية دي لما طلعت، طلعت لان كان في ناس ساعتها بتعبد تماثيل، لكن احنا ما بنعبدش تماثيل. ولما تيجي تقول انت لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة، يبقى حتى الصور حرام. يبقى صورك يا انبا ابراهام انت والانبا يوسف وجودها حرام. تاني حاجة بقى، هو المسيح ما قالش كده بس، ولا الانجيل قال كده بس: لا تسجد الا للرب الهك، للرب الهك تسجد واياه وعده تعبد. انا عايزكم مره تقولي للمسيح سمح لحد يسجد له. المراه ساكبه الزيت دي قصه تانية، دي غسلت رجليه ودهنتها، ودي كانت لتطيب، وقال لك عملت هذا لتطيبي، لان انا خلاص انا هتصلب فالطيب ده هيقعد على جسمي. لكن هات تعالي مره وقول لي ان 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 سجدوا له تلاميذه، او ان حد سجد لتلاميذه، او ان هم امروا حد. طب انتوا بيسجدوا لكم، انتوا انبا ارميا بيسجدوا لك انت والانبا يسطس، انتوا قاعدين على الكراسي، وفي اللي بيبخر لكم يجي قدامك يبخر لك، كنت اله؟ في اللي بيعمل لك مطانية ويزيد لك، كنت اله؟ ما ده حرام. البوس على اليد ما حرام. هو انت لو عايزين تنفذوا بقى وتبقوا اصلاحيين بقى وتمام، مفيش صور، مفيش تماثيل، مفيش ايقونات، مفيش سجود، مفيش تبخير، مفيش بوس على اليد، انما ما تنقليش جزء وتسيب الكل، يا تاخده كله يا تسيبه كله.
انما انت حد اتصل بيك من محافظة ولا اتصل بيك من حتة ما الشيطان لعب معاه، ده تمثال في مدخل الدير، مدخل الدير. وفي ادوار كتيرة فيها تماثيل، هتتشال ولا ايه؟ هنرضي مين؟ هنرضي الشيخ برهامي ولا هنرضي الشيخ حويني ولا هنرضي السلفيين اللي عايشين في مصر ولا هنرضي الحكومة السلفية اللي ماسكة مصر؟ ما تفوقوا شوية، ما تفوقوا شوية وتخليكوا شوية، يعني ايه؟ يعني عشان نحترمكم بأمانة ونحس انكم رجال دين بأمانة ونحترمكم من جوه بأمانة. تماثيل مش حرام، لما تكون عارف ان ده تمثال حجر ممكن يقع يتكسر خلاص. وعمل التماثيل ده فن وابداع. احنا كنا بنستنكر قفل قسم النحت في الفنون الجميله، انتوا طالعين يا مسيحيين ويا اساقفه تأيدوا اقوال السلفيين، كارثه كارثه كارثه. ان انا اشوف ان السلفيه والهمجيه والرجعيه والتخلف وصلوا لاسقفتنا.